ينضم إلينا هاتفيا من طرابلس محمد الشامس، مدير التنبؤات الجوية بمركز الأرصاد بطرابلس. أهلا بك أستاذ محمد. يعني هذه العاصفة تعد شاهدا من شواهد التغير المناخي، برأيك أو ما تعليقك على تلك العاصفة وحجم الدمار الذي خلفته؟ بسم الله. الحقيقة أن الخطب جلل والمأساة كبيرة، والأرقام لا زالت تفاجئنا من حين إلى آخر بارتفاع حصيلة الوفيات. الموضوع فاجأنا بالكامل الحقيقة، يعني تغير المناخ أصبح رقم صعب، ويجب الاستعداد وتغيير الاستراتيجيات الدولية لدواعي السلامة. يجب أن نستعد في المستقبل ونحتوي هذا الوضع الجديد ونتأقلم معه. حتى الأمم المتحدة توصي الدول العالم كله بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة التي فرضها التغير في المناخ. والحقيقة الأمطار يعني غيرت من خريطة العالم كله، أصبحت يعني حتى في البحار المغلقة زي البحر المتوسط أصبحت فيه أعاصير وأصبحت فيه ظواهر شادة. وهذه طبعا بتأثر سلبا على الأمن المواطن وعلى الخريطة الجغرافية. نعم أستاذ محمد، ولكن تلك الفترة وجراء الإعصار، هل ستشهد الأيام القليلة المقبلة تغيرات مناخية أخرى، أم هناك أي تنبؤات بظروف أخرى؟ والله من خلال إمكانياتنا احنا المحدودة في التنبؤات اللي هي ما حوالي أسبوع، يعني ما نقدرش نتنبؤ أكثر من الوقت هذا، ونقدر نقول حتى 10 أيام لا توجد أي ظواهر شادة، بل بالعكس هناك استقرار ووضعية استقرار على ليبيا بالكامل وثبات لكل الظروف الطبيعية من رياح وأمطار، يعني ليبيا حتشهد أسبوع أو 10 أيام المقبلين كلها استقرار في العوامل الجوية بإذن الله. تمام، وهل من إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها من قبل مركز الأرصاد في ليبيا خلال الأيام المقبلة؟ والله المركز الأرصاد الوطني هي سياسة ثابتة ولا تغير فيها. كل ما نلاحظه أن فيه ظاهرة شادة وقوية نصدر تعليماتنا وإنذاراتنا للمسؤولين لاتخاذ ما يلزم من إجراء. نحن طبعا جهة اعتبارية فنية نقدم المشورة والنصح. لما نشوف في ظاهرة شديدة أمطار غزيرة أو أي ظواهر غير طبيعية نبلغ عليها بإنذارات وبنشرات يومية ونواكب الحدث إلى أن تنتهي هذه الظاهرة من جديد. نعم أستاذ محمد، هل هناك تعاون أو تنسيق بين مراكز الأرصاد ربما في ليبيا وأخرى دولية، خاصة في تلك الظواهر والكوارث الكارثة التي حصلت بليبيا مؤخرا؟ والله لا شك احنا نستفيد من جيراننا على مستوى العالم كله. شبكة الأرصاد الجوية شبكة قوية على مستوى العالم كله، والأخبار متداولة بيناتهم بصفة مستمرة، والتحذيرات فيها تعميم على مستوى العالم كله. يعني التحذير اللي يصدر في ليبيا بعد دقائق تلقاه معمم على العالم كله موجود. فالشبكة قوية والاتصالات جيدة، ونستفيد احنا من هذه التعميمات هذه، ونعرفوا الآثار حتى الإعصار أو العاصفة اللي مرت على ليبيا كنا نتابع فيها لما كانت في جزر اليونان، ونعرفوا الآثار اللي خلتها في جزر اليونان. فالمتابعة مستمرة والاستفادة مستمرة من سواء لينا أو للدول الأخرى. يعني نعم، تعازينا بالتأكيد أستاذ محمد ولشعب ليبيا الشقيق في ذلك المصاب الأليم وتلك الكارثة. كنت معي من طرابلس محمد الشامس، مدير التنبؤات الجوية بمركز الأرصاد بطرابلس، شكرا جزيلا لك.